فتحت إذن البوابات على بركة الله. اندفاع لجياد 3 سنوات بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة الميل، وشوط الديربي السعودي برعاية مجموعة بوتيك الفئة الثالثة في الميدان السعودي، الفئة الثالثة العالمية، ومقدار الجائزة 1,500,000 دولار بمشاركة 12 اسما من خيرة الأسماء في العالم. متابعينا الانطلاقة الثنائية التي تبدأ الآن من حيت أيضا من المسار الداخلي ومن المسار الخارجي. لدينا سيت اب في هذا الحضور، وأيضا في المركز الثالث تابع من المسار الخارجي من هناك بين توريناتو يتقدم للمركز الثاني في هذه الأثناء، فيما أيضا الحضور القادم من بوكم جانو في المركز الرابع الآن في منافسة ثنائية ما بين هذه الأسماء الكبيرة، هذه الأسماء الاستثنائية، الأسماء النخبوية. متابعينا بين توريناتو القادم من المضامير الأمريكية يتقدم في المركز الأول، ولدينا أيضا بوكم جانو حاضرا في المركز الثاني، بينما الحاضر فوريفر يانغ من المسار الخارجي. هنا التقدم لكأس الديربي السعودي، بوكم دانو يتقدم، بوكم دانو، وأيضا الحضور القادم من فوريفر يانغ من المسار الخارجي. فوريفر يانغ أم بوكم دانو على خط النهاية أيضا، إذن بوكم دانو بطلا للديربي السعودي. ألف مبروك هذا الحضور وهذا الاستثناء، هذه السباقات النخبوية الكبيرة. بوكم جانو على خط